وبركاته. نحن الآن نقف في المقابر أو المراقد بتاعة أتباع حركة السيد عثمان بن فوجيو رحمة الله عليه، كل دول تلامذته. هنا في بعض السلاطين في المنطقة الأخرى كما ذكرنا، احنا شفنا مرقد السيد عثمان بن فوجيو رحمة الله عليه، الذي أتى بالعلم وأتى بالمعرفة وأتى بالأخلاق الكريمة كي يحرر المسلمين من طغيان الحكام المسلمين الذين كانوا يحكمون مثل هذه الأماكن، وعمل الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي في هذا المكان، لكي يستطيع الناس المسلمين وغير المسلمين أن يعيشوا في أمان وفي أن يعيشوا في سلام. ونحن الآن في هذا المكان ندعو كل الشباب والشابات أن يأتوا لكي يحاولوا أن يدرسوا التاريخ الإسلامي وكيف استمر الإسلام وكيف نمى الإسلام وكيف ترعرع الإسلام مثل هذه الأماكن من خلال هذه الحركات الإصلاحية التي بدأت في نهاية القرن 18 وما زالت تستمر إلى الآن. الخلفاء والعلماء والسلاطين والمصلحين الاجتماعيين، فهيا يا شباب لنأتي إلى هنا ونزور مثل هذه الأماكن ونتعلم تاريخنا ونتعلم ثقافة ونتعلم أصول قدرتنا في هذه الأماكن إن شاء الله تعالى. ونتمنى في هذا العام الجديد عام 1441 أن يكون لكم أنتم معرفة بتاريخ الإسلام ومعرفة بتاريخ الحضارات الإنسانية في العالم كله ومعرفة بكل شيء كان يجري في العالم لكي تتعلموا منها لكي تقودوا أنتم عقادة العالم في المستقبل إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.